او ميني فرد. طيب اذا نبدا الان بال راح نرسم الان الباور تراينجل. ايش اطلع الباور تراينجل؟ بس بي عندنا بي بس بي ان واتس كيو بار ان فارز فولت امبير رياكتيف واس ان في. عندي هاي هون ثيتا. وبتعرف شو راح اعمل؟ راح اكبر الزاويه عشان تتناسب مع المثال اللي احنا عندنا هون عشان نقدر هلا نكتب نحط قديم وجديد. فشوفوا شو راح نعمل هون. هاي راح اكبرها وراح اصغر هاي. راح نرسمه بهذا الشكل. مش هذا الوضع الحالي؟ وهذه اسمها ثيتا، راح اسميها ثيتا اولد اللي هي قبل ما احسن الباور فاكتور. تمام؟ ومتذكرين هيها القيم هون كانت عندي 368 او 300 تقريبا و67 368.4 بي. تمام مضبوط. وهذه اس اولد. اولد ايش يعني؟ قبل تحسين الباور فاكتور. نيو بعد تحسين الباور فاكتور. بي هل بي راح تتغير قبل تحسين الباور فاكتور وبعد تحسين الباور فاكتور؟ اذا ما في بي اولد وبي نيو، لكن في كيو اولد وكيو نيو. هلا احنا شو هدفنا؟ نرسم، خلينا بالاخضر شو الكباسيتر راح يعمل لي. الكباسيتر راح يعوض جزء من هاي. قديش احنا بدنا ننزل الباور فاكتور؟ من 75 ل 0.85 بتناسب مع زاويه مش هيك؟ قديش الزاويه؟ كوساين انفرس. تمام، كوساين انفرس ايش؟ الزاوية اللي كوساينها 0.8 اذا هيك رح نيجي هاي 75 هاي ثيتا نيو مضبوط؟ كيف اعرف ثيتا نيو؟ ثيتا نيو كوساين انفرس 0.2 اللي هي باور فاكتور. تمام واضحة هاي؟ كل الشباب فاهمينها؟ الكل فاهم شو يعني كوساين ماينس 1؟ كوساين ماينس 1 مش معناها واحد على كوساين. اوكي؟ اللي هو ارك كوساين او انفرس كوساين. الزاوية اللي كوساينها هاي القيمة. اوكي؟ مش احنا كنا نقول هاي القيمة هي كوساين ثيتا. هلا هون عكسنا المعادلة عملناها انفرجن. فقلنا ثيتا هي الزاوية اللي كوساينها بي اف نيو. بس بي اف نيو ايش عندي؟ 0.85. فبصير بدي كوساين ماينس 1 0.85. وقلنا ايش ذكرنا الشاب 31؟ 31.7 31.7 ورح تضلها لاجنج. اوكي؟ رح تضلها لاجنج، يعني رح تضل الكرنت لاجنج الفولتج، بس بدل ما كان لاجنج باي 75 ديجريز رح يصير الان لاجنج باي 31.7 ديجريز. هي صارت عندي الزاوية الجديدة. تمام؟ فهاي الزاوية 31.7. شو التغير الرئيسي اللي صار هون؟ قلت الرياكتيف، قلت الرياكتيف باور 100%. فصار عندي هون لو بدي ارسم هدول راح احط كيو اولد وكيو نيو. هاي على فكرة هاي كيو اولد. مين اللي عمل لي هذا التغير؟ نزل كيو من هاي القيمة لهاي القيمة. الكباستر. خلينا نرسم الكباستر الكيو تبعت الكباستر. هيها كأنها هاي القيمة. كيو كباستر بيساوي عمل الفرق، نزل هاي من هون فاعطاني رياكتيف باور طبعا وحده فار. بس صار المفروض تكون كيو نيو ناقص كيو اولد بعدين تصير سالب. بصير بصير اوكي تمام بصير جيد. فصار عندي الفرق ما بين الاثنين هو الكيو كاباستر اللي بده يعطيني اياه، بده يعطيني كيو كاباستر هاي القيمه اللي هون اللي هي كيو. هلا كيو اولد احنا عارفينها مش هيك؟ او حتى لو مش عارفينها بنطلعها هي هون كيف
إذا بدك تقدر تحسبها حسب الطريقة. 3.4 بيساين. بيصير. راح أحسبها أنا بطريقة تانية، راح أحط كيو بتساوي إس تربيع ماينس بي تربيع. بتحب نعمل هاي الطريقة كمان؟ هي المثلث. فصار عندي هون إس 368.4. حد يحسب لنا والله على الحاسبة. وعندي هون 94.7 تربيع تحت الجذر التربيعي. ووحدتها بار قديش طلعت؟ لاحظوا قيمتها بدها تكون كبيرة. اوكي؟ يعني يمكن تكون حوالين ال 300 مثلا. اوكي. اذا عندي او كيو اول بتساوي 356 بار. جديد قديش؟ مين اللي ضل ثابت في هذا العالم المتغير؟ الباور بي. اوكي، فبقدر استعمل بي الان. فبي وعندي هذا اللي هو المقابل، مش هيك؟ المقابل على المجاور هو ايش؟ تان. اذا عندي هون هلا تان ثيتا نيو يساوي كيو نيو بي. ما راح اقول بي اولد او بي نيو، هي بي نفسها. اوكي مزبوط. تان ثيتا نيو يساوي المقابل على المجاور. بي كونستنت، ثيتا ايش هي؟ 31.7. فبنقدر نحط الان تان 31.7 ضرب بي يساوي كيو نيو يساوي على بي. وبي قديش قلنا؟ 94.7. لحظة، احنا ما غيرنا بي، انا ما خربت على اللود اللي هون، يضل ياخذ الباور اللي بده اياها اللي هو محتاجها، مش هيك؟ فبصير عندي هون كيو نيو تساوي 94.7 في تان ال 31.7 تساوي 58.5. إذن عندي الفار نزلت، رياكتيف باور بدها تنزل من 356 بدها تنزل ل 58.5. إذن الفرق بين كيو اولد وكيو نيو بده يعطيني كيو كاباسيتر. فكيو كاباسيتر اللي بده يزودني فيها تساوي 356 ماينس 58 هي تطلع تقريبا 300 298 تقريبا 297 297.5. هي وصلنا احنا شو الرياكتيف باور اللي بده يزودني فيها. زي ما حكى زميلكم لو عكستهم تطلع مع اشاره نيجاتيف، which means